جولة في المنطقة هذيك يعني. يقطع الله يحفظك يا أهلا وسهلا. ولا حلقنا ولا شيء، لكن إن شاء الله كلها بكرة بإذن الله. لا سووا لنا مداهمة، لا ولا جيب مداهمة ولا صورت بعض الجولة، لكن للأسف إني انشغلت فما قدرت إني أصور يعني هي جولة برضه فيها تسوق يعني. أدخل مع وليد بشران، وليد فاتح خلوه يرد علي، ليه أنت شندك؟ ما في، وين وليد؟ ما في أنا بثوث الصباح، حد يفتح بث الصباح؟ دخل معنا عبد عامر، الله يحفظك. لا أنا يمكن حتى كنت بحطه والله صوتي، بث صوتي بس يعني قلنا خلنا نبث يعني خلنا نقول الساعة واحدة يعني 40 دقيقة وبعدها نقفل بإذن الله. ما نبي استاذ تروح معرض سكور، بدا المعرض انا والله ما ادري عنه، تراني الان اجازه، اي شيء فعاليات فند في الرياض علموني، اي فعاليه في الرياض او ما جاورها علموني، علشان لاني الان ترى اجازه من يعني من الاعلام ومن الدوام الرسمي يعني، فما عندي شيء، بس اصحى واقوم راح اتمشى وارجع انام، فاذا فيها اماكن زينه بنروح الشاليه ان شاء الله. بس انا اتكلم عن المهرجانات، اشياء تقام الان، معرض الكتاب مثلا، الوادي برضو ان شاء الله برتب له روحه باذن الله. في مشرفين موجودين، بيقول ليش ما تحط مشرفين؟ صرت عاطل، انا صرت عاطل الان، شلون عاطل يعني؟ انا اجازه، قلت بما انك صرت اجازه بس عاطل احسها من خلاص، خلوني عاطل زيكم اجل الناس العاطلين، خلنا نجرب العطالة شوي ما يخالف. عاطل سبة، والله انا احس انها سبة لما قلت الشخص عاطل، انت تشوفونها سبة ولا عادية؟ يعني شوف مين بزينة، انا لما قلت شخص عاطل مين بزينة. الله اكبر، سر عنايتك بشعرك عاد هذه قوية لي. يعني ما عندنا هالسوالف هذه. جرحتنا يا بوسطى، أنا آسف. أنا أقدم اعتذار شديد لكل الإخوان اللي ما عندهم الآن عمل، إذا أنا كلمة عطالة إني أنا زعلتكم فيها، وأنا الآن خلاص صرت واحد منكم يعني، ولو تبون نترك الوظيفة كلها وأصير زيكم براحتكم يعني. كم عندنا عاطلين لنا يعني، أنتم ترى لكم مكانة خاصة عندنا يعني، لو ما في عاطلين وشلون بيكون عندنا بثوث؟ من اللي بيتابعك بعد الساعة 12؟ احد فاضي لك بعد الساعة 12 الا هالعاطلين اللي معطيك من وقتهم ومعطينك من اهتمامهم، فانتم الشيء كبير يعني. يلا عاد الحين استانسوا، يلا شوف نايف. ارحب، اهلا وسهلا. يا مرحبا، والله ما سهلا. الله يبقيك ويحييك، صبحك الله بالخير. طال عمرك، يا مرحبا، كيف الحال؟ عساك طيب. ابشرك بخير يا حبيبي، دومك عدله. الامور تمام يا حبيبي، شلون امورك انت؟ والله بخير طال عمرك، كيف الحال؟ رحت القصيم ولا ما رحت؟ لا والله ما رحت لها الحين. وراك ما رحت؟ بكره ان شاء الله ماشي باذن الله. الله يحفظك. كيف الحال ابو سلطان؟ عساك طيب. كلش تمام يا حبيبي، علومك عدله الحمد لله. ابو سلطان قول، كم يتابع بثك؟ 1700. ابغى منهم بس 400 يتابعوني عشان ادخل 10000. يلا دخلوا 10000 يلا. لا بعيرك يا سلطان، الله يجعلني هداك. اقول يا تركي، يا تركي اسمك بالصداره على طول. قول. اللي حضرت في كل برنامج تصمل، رفعت صيتك بين يدينك، ولا نقول غير الله يوفق كمل وجمل. سلام، صح لسانك. صح دينك يا شيخ. يقولك لا لازم استغل الفرصة يا اخوان.
انا امس يعني قلت الاساطير وجعلوا جمهور عندي، قلت ليش ابو سلطان ترى عندك جمهور غير الاساطير، فلما تقول اساطير ترى نزعل حنا. اساطير جمهور مناحي. يلا يشغل ابليسه مناحي ذا. السلطان الحين في كل ناس لهم، انا جمهور اسمهم الجبال ومناحي الاساطير، انت جمهورك شو اسمه؟ انا جالس ادور لهم اسم ما بعد سميتهم للحين. شوف ارقي لك اسم خرافي. وش انت بما انك السلطه العليا سمهم السلطات. لا ما يبقينا السلطات. طيب التركات فهمتناها يعني ترك الدوسري. انا لا تقترح انت اقتراحاتك زي وجهك انت. سموهم السلاطين ها؟ مسلط الجبلي، ما ودنا نزعل مسلط نحبه ولا نبي نزعله. ايش انا افكر لازم. يلا راح امشي. انا استفيد منك اقل شيء في اسم ولا في شيء ولا. والله الاوفياء حلوه، وش رايكم بالاوفياء؟ بما انكم انتم اوفياء. وش هي؟ الاستبعادات. لا لا ارجع فكر مره ثانيه معلش. قدم يا ربع الود. ثاني اهلا وسهلا. عندي اسم بس كويس. وش هو؟ القرارات. ها؟ عندنا القرارات؟ ايه في جمهور اسمه القرارات عشان يصدرون القرارات. ما تجي اسم هذه. طيب جمهورك اوفياء. ايه خلاص انتهى الطلب، قفل الطلب. الاوفياء خلاص. الاوفياء الاوفياء خلاص. نعم الله يحييك من الجمهور الاوفياء وجمهور. يا سلام صدق طالع حلوه ولا لا؟ والله يا الاوفياء. الله خلاص اخيرا حصلنا اسم. من اليوم ورايح لا بغيت شيء الاوفياء الاوفياء. يا سلام اعزائكم وافين يا جمهور ابو سلطان. شوف عندك يا الوافين يا الاوفياء اختار. وش الزين منها؟ الزين الوافين طال عمرك. الوافين؟ نعم خلاص الوافين خلاص. تعالون الوافين يا اخي. ليش فرحان؟ ما ادري. تبغاني اروح افكر لك في اسم ولا خلاص؟ لا تفكر الله يرضى. الوافين يقولون الجمهور شو اسمه مسعود بن شعفول. لا حول الله. الشباب هذول اخذوا الاسماء علينا. انا شكلي لازم اروح افكر. بروح افكر. لا لو فيها خلاص. لو فيها احسن. لو فيها اي تعال تعال بس تعال خلاص. لو فيها خلاص. يوه لقيت لك اسم. وش هو؟ على اسم الوالد الله يرحمه السيوف. والله السيوف حلو. يلا حلو السيوف. السيوف ولا لو فيها؟ يلا لو فيها. يا سيوف يا لو فيها. والله السيوف زينه بعد. والله حلو. سيوف تصدق؟ سيوف خرافي. عزلهم سيوف تجمل. اي خلاص السيوف السيوف خلاص. نعتمد السيوف؟ خلاص اعتمد. الف مبروك الف مبروك. متى نوريني السيوف؟ نبي نسوي تدشين بعدين. يا سلام نسوي تدشين وكيكه. السيوف لازم. وش هو السيوف؟ السيوف جمهور ابو سلطان. اليوم رايح اسمه السيوف. خلاص راح نعلنها. ومناحي وينه؟ ناحي في الشارع نايم هناك. والله كنت ممر عليكم السلطان اليوم لكن والله ما الله كتب. ألف أمر خيره. والله أنا اليوم خذت لي جولة في الرياض بيني وبينك بعد ما جيت منها. أرحب يا محمد. مع أبو الصقور ولا وين أبو سلطان؟ لا والله داخل الرياض. رحت الديرة ورحت العتيقة ورحت. ما شاء الله. يا والله كيف الجولة؟ يلا باقي جولة ثانية. ها سم دندن وغن. يلا يا السيوف يلا. ايش رايك في الشوامخ؟ مين شو يعلق وجهه؟ النت عنده ولا وش السالفة؟
ده باقي يا عبد الله، يا اهلا وسهلا. السيوف خلاص احنا اعتمدنا السيوف. علق عنده هو ولا عندي؟ اللي عنده هو كيف؟ وين راح هو؟ الحين تبون السيوف ولا لو فيها؟ ترى ما فهمت عليكم. جيب عليها سمسمية. سلطان اهلا وسهلا. احترم الجوال، احترم ابو سلطان. ايه بسم الله عليه. من سطر راسك طال عمرك. اي يا ربع، ترى هذه الجوله الثانيه. لا تقول. اسمعوني. جالس تدعمون عبد الله وهندل الحربي وكل اسمعوني. اسمعك نايف. اسلم. ايه ارحب الله يجعلني فداكم. والله احترى جوال من سطرك يا ابو سلطان. يا حبيبي الله يحفظك. انت وينك الحين؟ الرياض. معك احد من العيال يعني شبابنا ولا؟ ايه خلاص معي طال عمرك، بس هنيك ابو سلطان على الديكور اللي ورا والشغل. بس شغل ديكور رمضاني لانه مصحف وهلال ونجمه. شغل لوكيشنات حقت الواقع. يا سلام، شغل سوداء تيبي. اللي خلص من عندهم اللوكيشنات يقول تعال كمل عندنا. يعلق شوي، بلا يعلق كوش علمه. لا ما يعلق، انت امورك زينه. شو راح يقول يعلق؟ يا ربع جولة فاصلة، خلونا نفصلها. ويلكم يا صار عنزي، خلونا نفصلها بيني انا وحبيبي قلبي ابو سلطان. نور الدنيا، حضوره جميل. ابو سلطان تكفى اعتمد اللوك، طالبك. وش هو؟ بدون شماغ بدون شيء، يمين بالله شكلك كذا. جيب غتر انا يا حبيبي، ها عشان هذا بس قال اعتمد اللوك. ابو سلطان بطلع معك بكره. تطلع وين؟ نبغى نطلع نتقهوى. ابغاك الساعات قطره موجود هناك. خلاص بكره نغتر انا وياك. ابد ابغاك الساعات. الله يبارك فيك، بوديك كوفي خرافي. بعدها نطلع طال عمرك البارك افينيو، نتعشى ونتابع سينما. تبي نتابع سينما؟ والله ماني من جمهورها بس ما يخالف نتابع. كفو كفو سلطان، بس اهم شيء نشوف انه فيلم زي العالم والناس. مالك هم، تابع افلام مصريه ولا افلام رعب ولا وشو؟ ولا اكشن؟ رعب يكفينا الرعب فيها الحياه، بعد نتابع رعب ثاني. خلاص بختار لك فيلم مصري فخم ونروح نتابع. خلاص بكره جدولك عندي ابو سلطان. ابدا بكره بس كلمني. متى تصحى انت؟ لكم من الشباب اللي يصحى متاخرين بس. لا 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 ما عليك، اصحى من 5 الفجر وارقد 10 بالليل. ابشر. نعم نعم انتهى. وترى بكره بغتر مثلك يا ازير عشان تصير طقم. اي ابشر بس سعد. بس ابو سلطان نبي نفل في السياره نلعب. ابد معك، اللي تبي نسويه نبي نسويه مره. الله يجعلني، الله يجعلني فداك. بس في واحد تبي تعلمه؟ ها اي تكفى، لا يدري تكفى عشان ما يحوسنا. بس هذا من يروح له الله يجبل كبدك. مناحي مناحي، لا تدق يا مناحي، قرر انه بيطلع ودق وخرب. ما يخلي حركاته هو. مناحي تكفى يا مناحي، الله يرحم شيبانك. تكفى يا مناحي، خلني ابث جوالي محتر وبيطفي. تكفى مناحي، خلاص ما راح نطلع بكره. وش امداه يعلمونه يا اخي؟ ما ادري مناحي، ما راح نطلع بكره. هذا شلون درى؟ ابو سلطان هلا. لا تشوف عيني، تكفى بكره هو. خلاص نبي نطلع بدون ما يدي، ولا نصور ولا نسوي شيء. نصور واذا رجعنا ننزلهن. ابد تم كفو، بيض الله وجهك، اعطني احكامك. يلا شو احكم عليك الحين؟
والله عيوني لك، اتجه طال عمرك. طيب علمني ب يعني خطأ أنت سويته في البرنامج والناس ما درت عنك يعني، وما جاء الخطأ حقك، هروب جوال شيء. طيب بكل أمانة خلينا نرجع لموضوع لنقطة معينة أبو طيب. سلطان. بكل أمانة موضوعي يوم ترحيل الأبراهيم، هل كان فعلا صدق استبعاد؟ أنا كم مرة رحلتك؟ مرة واحدة. وش كان الخطأ؟ أنا ناسي والله الحين. ويوم أزر وليد هاني. إي والله كان استبعاد، لأنك أنت مادي يدك على واحد من فريق العمل. يا أخي مزح يا أبو سلطان والله. مش مزح، أنت مسكته كذا بخمة مدري شلون جاية، تقول لي مزحة. كذا. هذا مزحة دي. وشك ولا عاد؟ ترى هو موضوع نفسه أزعجني وليد هاني. يتوسط لي. يقول تكفى انتبه يا ابو سلطان، وهذا ترى مزح بيننا وانا مسامحه وكلش الا نايف وتكفى والجمهور دخل علي. قلت لا مالك ان شاء الله الامور طيبه. والله الحين ما تخطيت اسبوع ذاك، كنت مشتغل على نفسي بالنقاط، كنت مدهر. طبعا الشيء اللي سويته، طبعا انا من يوم دخلت لا هربت ولا هربت جوال، بس اللهم يمكن أخذت جوال معد يومين ما رجعته، كنت حاطه عندي بالغرفة وما حد يدري. وش المعد؟ ما بعدين أعلمك. طيب. ما ودي أبيعه ما له داعي. أبو سلطان الرجال لا يدري، فكنا من الناحية بكرة. أنت اللي بتعلمه أنت. يا أخي والله ما أعلمه، أنا ما أدري كيف درى. زي ما قلت لك بكرة، نبي نطلع بدون ما يدري. موجودين نبي يعلمون أكيد. لا لا ما عليك، بكرة نطلع أنا وياك لا تعلمه أنت. خلاص هذا تم. بيض الله وجهك. انا ما ادري شلون اوصل لها العلم، الاساطير وصلوا له صح؟ اكيد. بس ممتع يا عسل، الله يحفظك. الله يحفظك يا حبيبي، شكرا على خير. توفيق. احنا بنعلمه، انتم تعلمون كل شيء يعني، وقفت على هذا العلم ذا. ارسل وليد ميشيلان، وين وليد؟ انا ترى بقفل على الوحده. ما فيه ما حصلت وليد. وليد بس انا بقستات. انتوا ليش ما تبون القستات يعني؟ وش مشكلتكم معها؟ لا مو في الشاليه ذا. أوه ذا مرزوق، خلينا ناخذ مرزوق. ترهبت أرحب يا تركي. الله حيه. الله يبقيك ويطول بعمرك. شلونك طيب؟ الحمد لله. شلونك أنت؟ عساك طيب. الله يحفظك. بيضاء عندي كويسة ولا نازلة؟ أنت ما يحتاج، وجهك منور أصلا. نورك يا حبيبي، الله يطول عمرك. الله يسعدك يا أبو سلطان. لا ترى الإضاءة شوي، إذا عندك إضاءة شغالة ولا لا؟ إي أنا مطفي اللبات اللي هنا. اي بس ترى شوي يعني الإضاءة مو مبين وجهك للأمانة. لا تلقون حلوة، ما ادري يضحكون علي ولا. ابو سلطان برسلك انا إضاءة من عندنا من الكويت. يا حبيبي الله. رايك ايش رايك ابو سلطان؟ احنا نبيك ترسلنا ما شاء الله الصوت الزين يعني الإضاءة. الله يعني شوف ابو سلطان لا تهرجني، قسم بالله انزل من السياره وامشي عادي. نبي تسمعنا هالصوت الزين بس. والله على خشمي ابشر. اذا التقينا يوم ولا عرفتيني، اذا التقينا يوم ولا عرفتيني، فلا عليك لوم شاب الزمان فيني، وسال دمع الغرام طاق صدر المدينة، واقبل الليل ما فيه أسئلة ما سألها،
قال صاحبك وينه، قلت ما اعرف وينه، انتهت قصة كنت احسب اني بطلها، من لقى مثل وجهه ما لقى مثل عينه، من يشوف العيون الناعسة ما جهل. ها سؤال. الله عليك، الله عليك يا مرزوق، يعني ما عدمك يا ابو وصل، الله يمد، ما شاء الله عليك، حرشت صدق جدا. انت اتوقع انت اللي سويت الديتا حقه البرايم صح؟ لا سلامتك، مو انا. يلا عطنا حقه البرايم اجل عشان يحزنون اللي هنا. بس ليش طفت الاضاءه؟ ما ادري. يلا خلا، ايش رايك خلا بدون اضاءه اللي تبي؟ يلا عاد الاضاءه علقت. يلا اوكي. من طاري من طاري الفرقة وكبت الشعور، أقبل الليل بأحزانه يلف ويدور، الحقيقة مريرة والمواد أمر، يا طاري الفرقة وكبت الشعور، وهمن عبرت ما هي بمثل العبار، يا رفيق العمر والعمر رحلة عبور، أنا أشوفك على طول المسافة عمر، وحشت الدار من بعدك وضيق الصدور، ما بعدها كلام لا بعدها صبر، كل شيء تلاشى في عيون الصبر، والحزن وسط قلبي بني الله مقر، أظلم الكون كله لا رحابه ونور، بين خيبة ظروف وبين طعنة ظهر، بين خيبة ظروف وبين طعنة ظهر. سؤال. الله عليك مبدع. بس كذا انت ذكرتنا في البرايم. والله يا ابو سلطان احتر جسمي وانا قاعد اشل الامان. من اكثر واحد حزنك مغادرته للبرنامج؟ اكثر واحد حزني خروجه من البرنامج للامانه، شوف ما ابي اقوله وانت موجود يعني عشان اسمعك، والله مناحي، لان خروجه من البرايم كان ظالم جدا، يعني اذا سووا غلط الشباب هو ما له شغل، عرفت؟ فكان خروجه اللي مأثر عليه، وكذلك خروج فيصل الدبالي محمد الودعان. انت اللي استمعتهم، الله يعطيك العافيه. يلا صدق يمكن اول مره تصير يعني استبعاد اثنين دفعه واحده يعني في. والله يا ابو سلطان انا انصدمت صراحه، لان حتى انا ترى متابع البرامج اللي طافت، اول مره انصدمت كذا اثنين كذا باكج يلا استبعاد. واصلا كان يسمونه اسبوع الدواسر هذاك الاسبوع، يعني يمكن ثلاثه غادروا في نفس الاسبوع هذا. اي فعلا، حتى مناحي طلع في البرايم. اي هو اللي هو البرايم اللي بعدهم، يعني بعد مغادره محمد اول ما استبعدت الشباب البرايم اللي وراهم طلعوا، لكن الله يوفقهم ان شاء الله، بالعكس ادوا ووفوا والله يوفقهم ان شاء الله. بصراحه شو اسمه سلطان ثقه، كان يستاهل المركز الاول للامانه. الله يستاهل يعني، رجال تعب ومرسم حجاجه على الله على قولته، وما شاء الله يعني يفلح. والله اي والله العظيم، من يعني من توكل على ربي سبحانه ما خاب. يعني هم من بدايه البرنامج وهو قايل، ترى الامانه
حتى لو تدري التعارف اللي كان بيني وبين سلطان ثقل كان ايام التصفيات. جيت انا سيدي كنت طالع من برنامج قبلها، برنامج حق شيلات، شليت اول ما شليت سيدي بعدها بيوم جيت لقناة الواقع، بتعرف انا وين كنت في اي قناة، فاجيت وسبحان الله يعني انا والله العظيم اني من اول ما شفت هذا الشخص سلطان ثقل قلت هذا احس انه راح ياخذ مركز يا الثالث يا الثاني يا الاول، لان حتى عفويته اللي يعجبك فيه عفويته. حتى جاني انا ما كنت مو متقبل نفسي، اللي كنت متضايق من البرنامج اللي قبله خسرت ولا خذيت اي مركز، فجاء السلطان ثقل قال لا تضايق وبالعكس الطريق امامك يا بطل وشد حيلك وعطني سنابك. انا عادي عندي بس الله يسعده والله اني اذكرها له ليل الان، والله يوفقه ان شاء الله وكان يستاهل الامانه. يوفقك انت يا حبيبي مرزوق، يعني انت برضو يعني من شبابنا ترى اللي ما اخذت فرصتك الكافيه، لكن متاكد ان شاء الله مرزوق عنده اشياء كثيره و يعني بيبدع ويمتعنا ان شاء الله في القادم باذن الله. باذن الله باذن الله ما تنام عينه، وان شاء الله عاد في شيله ان شاء الله بسويها لك انت يا تركي الدوسري. الله يطول عمرك. شيله شوف تعبر عن غلاتك عندي وقدرك عندي، والله العظيم يا ابو سلطان انت انا ما قابلتك لكن ضفتك في البرنامج هذا، وصراحه وكنت اتابعك من البرامج اللي قبلها والله العظيم سبحان الله، يعني الشخص اللي امامك يفرض احترامه ويفرض غلاته وتقديره الشخصي من صوبي انا للامانه، اسال الله ان الله يوفقك يا ابو سلطان. وياك يا حبيبي عسى الله يوفقك، وانت اكبر هديه لنا وجودك لنا في الحياه يا حبيبي. الله يجعلني ما عدنك، والله يحفظك ان شاء الله يا ابو سلطان، اعذرني اذا طولت. لا شرفتني، الله يطول عمرك. الله يحفظك ان شاء الله ويطول بعمرك يا بعدي. وليد قشران، وين وليد قشران؟ انت قلت لي وليد قشران ورحت ادور ما حصلت. يلا خليني ادور انا وياك. يا ويلكم ما حصل وليد قشران. خليني اقرب شوي بس. يلا. وين وليد؟ أحمد دقيقة. الله يشغل بيتك. في التوب. يا هو التوب الحين. شعر ركان والله صوتي. توب اللي تحت اسمك. برضه وليد مو موجود. هو موجود. وعندي ناقة اسمها حشارة، أما حشارة هذه زهلها هي اللي بتحيا البرنامج والله تحيي. هي بس عادية حشارة حشارة ولا بس حشارة حشارة عرنون مقوس ورقبته من تلة والسبال مغير توامة. يا سلام. يلا تعال في الجولة الثانية. يلا الحين أنا فزت عليك صح؟ جولتين يا. يلا والله قريب مني و... لا أنا الدبل ما نفك عندي يا تركي. عن حشارة شفتها؟ أنا تعدت ما انتبهت له يعني. أنت راعيها نادى خلها تجي. مش مشكلة حاطين لنا شايك مقفلين الموقع بشايك. الفكرة هذه ناجحة لازم نسوي تجي بس عد
بعد ما حط شايك صعبة تجي. قبول وحضور و... ولا في مع ذا البل ومع ذا الشديد ومع ذا ال... انت ما جيتنا في الصيف بتجينا في الشتاء يعني. طيب يا رجل ما تبجينا بجيك والله بجي، بس كيف اسجل؟ لها شروط لها، انا ما اعرف لها. اولاد ال... لا لا بريكي ان شاء الله. عارف انا عارف اللي بيجي. يا الربع الدبل، فك الدبل، فك الدبل يا الربع. الربع يا ربع. اضرب ولا هي طيخه اي كنسل انا عارفه هذا نفس الله لا اقدر اظهر اقدر اظهر تركي يعني اذا عندك ظرف كبير لكن اما مساتب اللي تظهر لها لا شايفك انت اصلا أنت المدير ولا من المدير؟ المدير اللي بيفكك بيض ولا واجه؟ من واحد اللي أنت بتجيه بيفك فكك هذا المدير كم طال عمرك أبجيكم عفو وشي بخليها في خاشة وبجيكم بلوري تخذيها بلوري وبحط الحاشي في الصندوق حق اللوري دخولية حتكسر الدنيا والله شوف ما اقولها لك اذا معك جوال بنعرف معك جوال على طول لا انت سيب لهم جوال بعلم وانا بعلم صدقه نعلمك صدقه وش هي بعدين طيب ابو كشاف تطرح ابو كشاف استبعد له ناس واجد بس انا شو اسمه الله يذكره بالخير حيران الشمر يعني طيب المده كم؟ المده 3 شهور ثلاث شهور على وجهي ما ظهر مره طيب العيشة تيف و و و و ملابسي تيف انت الحين شايل هم العيشة العيشة موجودة والمغسلة موجودة والحلاق موجود وكل شيء جوا جوا القرية اي بس ان شاء الله البل اللي انت مخليها القحات بتعود عليها خلفاتش